السلام عليكم، انا احمد كمال وانت بتشوف قناة عشا بصحة. ضغط الدم ده الفيديو الثالث في سلسلة ضغط الدم المرتفع. في البداية هنفكر الناس يعني ايه ضغط دم. علشان نفهم ضغط الدم ببساطة لازم نعرف ان القلب عندنا هو عبارة عن مضخة. المضخة دي بتضخ الدم خلال انابيب عشان يوصل للاعضاء. الانابيب دي اللي هي الاوعية الدموية. الضغط اللي محتاجه القلب علشان يزق الدم انه يوصل للاعضاء وضغط الدم يضخ القلب على جدران الاوعية الدموية هو ده ضغط الدم. طب ليه يا دكتور دايما ضغط الدم بيتقاس برقمين مش برقم يعني 120 على 80 او 160 على 90؟ ليه دايما في رقم فوق ورقم تحت؟ زي ما قلنا برضو ان القلب علشان ينقبض بيطلع الدم وبعد كده يرجع ينبسط. فضغط الدم اثناء انقباض عضلة القلب هو ده ضغط الدم الانقباضي اللي بيظهر فوق اللي هو مثلا 120، وبعد كده القلب يرجع ينبسط علشان يرتاح ويرجع الدم ليه تاني، فده بيكون ضغط الدم الانبساطي اثناء انبساط عضلة القلب، وده بيكون الرقم اللي تحت اللي هو مثلا 80. تمام كده ببساطة فهمنا يعني ايه ضغط الدم. ايه بقى العلاج وطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟ طيب اكتب ورايا. رقم واحد، التخلص من مقاومة الانسولين بين قوسين متلازمة الايض اللي اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا، وتقدر ترجع لحلقة علاج مقاومة الانسولين تعرف بالتفصيل ازاي تتخلص من مقاومة الانسولين. لكن ببساطة هنقول ان انت لو تخليت عن السكريات والنشويات غير الصحية ده هيساعدك بشكل كبير على التخلص من مقاومة الانسولين. رقم اثنين، الرياضة. الرياضة مهمة جدا لتوسعة الاوعية الدموية وبالتالي تحسين او تقليل ضغط الدم المرتفع. رقم ثلاثة، علاج الكوليسترول المرتفع. لو حضرتك عندك ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثية مهم جدا انها تتعالج، سواء لو كانت تستحق علاج دوائي او عن طريق تنظيم الاكل وتجنب المقليات والزيوت المهدرجة. اربعة، الاسترخاء وتجنب التوتر واستخدام تمارين تنظيم التنفس لان هي تخلصك من القلق والتوتر اللي هو للأسف بقى سائد في العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه. معظم الناس بتعاني من القلق والتوتر. الاملاح. الاملاح زي ما قلنا ان احنا ملح الطعام يفضل الاستغناء عنه، ونستخدم بديل منه ايه؟ ملح الهيمالايا بمعلقة صغيرة يومين اللي هي 5 جرام. طيب كمان مهم جدا ان احنا ننظم البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي ان هم ليهم دور كبير او دخل كبير جدا في تظبيط ضغط الدم. طيب في بقى بعض الاكلات اللي ممكن تساعدنا على تحسين ضغط الدم عندنا والوقاية من ارتفاع ضغط الدم. ايه هي الاكلات دي؟ رقم واحد، الورقيات. الورقيات بتحتوي على كمية محترمة من البوتاسيوم اللي بيساعد على تنظيم ضغط الدم. رقم اثنين، التوت. التوت بكل انواعه غني بمضادات الاكسدة والفلافونويدز اللي بتساعد على تقليل المشاكل اللي بتحصل في الاوعية الدموية. رقم ثلاثة، البنجر. البنجر ممكن يكون فيه مادة النيتروك أوكسيد اللي بتساعد على توسعة الأوعية الدموية وبالتالي بتنظم الضغط. كمان مشروب الكركديه مشهور جدا انه بيساعد على تنظيم الضغط. طيب الثوم. الثوم من الحاجات اللي بتساعد على تقليل الضغط والكوليسترول والوقاية من ارتفاعهم بسبب وجود مادة الأليسين المشهورة. الأسماك الزيتية زي سمك السلمون والتونة والمكريل بتكون غنية بالأوميجا 3 أو زيت السمك اللي بيساعد على تنظيم الضغط. تقريبا دي معظم الأكلات اللي ممكن تساعدك على تنظيم الضغط والوقاية من ارتفاع ضغط الدم. نقطة مهمة جدا ولازم تتبروز، هل معنى الكلام اللي احنا بنقوله ان حضرتك توقف دواء الضغط زي ما بنسمع في كتير من الفيديوهات؟ الحقيقة ان كل الكلام اللي قلناه مهم جدا ومثبت بالدراسات انه بيساعد على تنظيم او الوقاية من ضغط الدم. لكن اي حد يقولك غير دكتورك اللي انت بتتابع معاه وقف دواء الضغط فهو بيعرضك لخطر داهم وكبير، لان زي ما قلنا ان ارتفاع الضغط بشكل عالي جدا ممكن لا قدر الله يؤدي الى مضاعفات لا يحمد عقباها. بس كده، دمتم في صحة وعافية ونشوفكم على خير.